الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقدم معنا حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث أم سليم، بينا فيه ما يوجب الغسل، وبقيت لنا مسألة ألا وهي: ما حكم من وجد بللا في ثوبه منيا بعد استيقاظه من النوم، وجد في ثوبه بلل ومني ولكنه لا يدري هذا البلل وهذا المني هل خرج من النومة السابقة أو خرج من النومة التي قبلها أو خرج من النومة التي قبل قبلها؟ فهنا تيقن أنه احتلم، تيقن أنه خرج منه مني، لكن متى خرج؟ هل خرج من نومة بعد القيلولة أو من نومة من نومة الليلة الماضية؟ لا يدري. فهنا يعتبر هذا المني خرج من أحدث نومة نامها. قال مثلا الإنسان قال نام نومة القيلولة ونام الليلة البارحة مثلا، هو في صلاة العصر قبل أن يتوضأ لصلاة العصر رأى بلل، قال هذا البلل وهذا المني خرج من نومة القيلولة ولا خرج من النومة الليلة البارحة؟ لا يدري. هنا يعتبر نفسه أن هذا المني قد خرج من أحدث وأقرب نومة له، ثم يبني عليها. فمثلا قال هو صلى الظهر ولم يكن يعلم أنه قد خرج منه مني، فوش يدير؟ يغتسل ويعيد صلاة الظهر وما بعدها، ولا يعيد صلاة الصبح، بحيث يعتبر أن هذا المني خرج من نومة الليلة البارحة. وهكذا، لماذا؟ لأن أحدث نومة هذا متيقن منه، وأما قبلها فمشكوك فيه، والأصل البقاء على الطهارة، والأصل البقاء على الطهارة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث في السنن وعند الإمام أحمد من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث ضعيف، فيه مصعب بن شيبة، هذا الرجل تكلم عنه غير واحد من الحفاظ، لهذا قال الإمام أحمد: روى أحاديث مناكير، روى أحاديث مناكير. وقال الإمام بخاري عن هذا الحديث: ليس بذاك. فهذا الحديث ضعيف. تقول في عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، بمعنى هناك أربعة أسباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لها. الأول من الجنابة، وتقدم معنا بحث الجنابة، وأن الجنابة تكون إما من الجماع أنزل أو لم ينزل، ومن خروج المني بلذة دفقة، ومن الاحتلام كما تقدم. هذا هو معنى الجنابة. ويوم الجمعة، وسيأتي حكم اغتسال من يوم الجمعة. ومن الحجامة ومن غسل الميت. غسل الميت تقدم معنا في باب نواقض الوضوء، وقلنا إن من باشر غسل الميت فإنه يستحب له الاغتسال ولا يجب عليه الاغتسال، لقول ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالغسل بعد غسل الميت هذا على سبيل الاستحباب، وكذلك الوضوء، يستحب الوضوء من غسل الميت. الآن بقيت لنا مسألة الحجامة، هل من احتجم يغتسل بعد الحجامة؟ هل الحجامة
موجب من موجبات الغسل. هذا الحديث لو صح لكان ظاهرا بينا واضحا بأن الحجامة توجب الغسل، لكن هذا الحديث كما تقدم ضعيف. هل يستحب الغسل من الحجامة؟ نقول إن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال لا يغتسل من الحجامة، ومنهم من قال يسن الاغتسال من الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم، ولكن لم يثبت عنه قط في حديث صحيح أنه اغتسل بعد الحجامة إلا هذا الحديث، وهذا الحديث كما تقدم بيان ضعفه. لكن روى الشافعي عن زاذان أن علي رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة، وكذلك روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. فالاغتسال من الحجامة ثبت عن علي وثبت عن ابن عباس. احنا الآن تعارض عندنا أمران، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عندنا أنه احتجم، ولم يثبت عندنا قط أنه اغتسل بعد الحجامة، وثبت عن علي وعن ابن عباس الاغتسال بعد الحجامة على سبيل الاستحباب، فكيف نصنع؟ بل وكيف يصنع الفقيه في مثل هذه الأحوال؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاغتسال بعد الحجامة هذا بحد ذاته حجة على الترك، فعل علي حجة للفعل، لأن علي من الخلفاء الراشدين الذين النبي صلى الله عليه وسلم دعانا وأمرنا بالاقتداء بهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لهذا يقال الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن من اغتسل بعد الحجامة فإنه لا ينكر عليه وله سنة، وله في ذلك سنة، لأن عليا رضي الله عنه وابن عباس لم يكونا ليذكرا الاغتسال بعد الحجامة هكذا، وإنما يظهر أن لهما من وراء ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا من اغتسل بعد الحجامة فلا حرج عليه ولا بأس، لكن لا يقال بأن الحجامة موجب من موجبات الغسل، وأن الحجامة توجب على من احتجم أن يغتسل، لا، لا يبلغ الأمر بالحجامة هذا المبلغ، وإنما يقال أن الاحتجام من اغتسل منه فلا بأس ولا حرج عليه، وله في ذلك سنة عمن سلف، وله في ذلك سنة عمن سلف. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة فقال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. حديث أبي هريرة رواه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة من بني حنيفة أسر عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. القصة معروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يغدو عليه فيقول ما عندك يا ثمامة؟ فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال تعطى منه ما شئت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما يصنع بقتل هذا الرجل. الرجل بقي محبوس، فمر النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليه فقال ما عندك يا ثمامة؟ فأسلم. رواية عبد الرزاق أسلم فحله وفك النبي صلى الله عليه وسلم رباطه وبعث به إلى حائط أبي طلحة، بستان أبي طلحة، هو الشاهد، وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم
لقد حسن إسلام أخيكم. هذا الحديث عند عبد الرزاق من رواية عبد الله وعبيد الله ابني عمر عن سعيد المقبوري. الحديث والقصة في الصحيحين، لكن بين قصة البخاري ومسلم وقصة التي رواها وفي مصنف عبد الرزاق هناك خلاف في مسألتين. المسألة الأولى أن في صحيح البخاري في رواية البخاري هو الحد بحد ذاته ثمامة هو بحد ذاته اغتسل، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة في الصحيح البخاري أنه لما جاءه في اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم فك رباطه من دون إسلامه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بإسلامه، غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حل رباطه وفكه. هو بحد ذاته ثمامة ذهب إلى الماء واغتسل من دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فأعلن إسلامه. في البخاري أن ثمامة أعلن إسلامه بعد فك النبي صلى الله عليه وسلم رباطه، وفي البخاري أن ثمامة اغتسل لوحده من دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال. أما رواية عبد الرزاق العكس، رواية عبد الرزاق فيها أنه اغتسل بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال، ورواية عبد الرزاق النبي صلى الله عليه وسلم حل وفك رباطه بعد إعلان إسلامه. ولهذا أيهما يقدم؟ رواية الصحيحين، رواية البخاري ومسلم، لأن هذه الرواية من رواية عبد الله وعبيد الله ابني عمر عن سعيد المقبوري، وكل من روى القصة عن سعيد المقبوري خالف هذين، خالفهما بحيث أن الاغتسال كان من نفسه ولم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال، ولهذا في رواية عبد الرزاق ضعيفة شاذة غير محفوظة، فيكون ثمامة اغتسل بنفسه من دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال. لهذا الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل؟ هل الإسلام موجب من موجبات الغسل؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فمذهب الحنابلة وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم. ما هو دليلكم أيها الحنابلة؟ قالوا حديث هذا، حديث قصة ثمامة عند عبد الرزاق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل عندما أسلم، وكذلك ما جاء عند أحمد من طريق خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وستر. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة هذا رواية عبد الرزاق، وحديث قيس بن عاصم، ولكن حديث قيس بن عاصم ضعيف لأن خليفة ابن حصين لم يسمع من جده، فالحديث إسناده منقطع. هذا مذهب الحنابلة. مذهب المالكية والجمهور، جمهور العلماء قالوا بأن الكافر إذا أسلم يستحب له الاغتسال إلا إذا أتى بما يوجب عليه الاغتسال، إلا إذا وقع منه قبل إسلامه بما يوجب عليه الاغتسال. ما هي الأشياء التي توجب عليه الاغتسال؟ كالحيض والجنابة. قالك إذا أسلم وكان على جنابة من قبل وكانت المرأة على حيض فالاغتسال واجب عليهما لأجل هذه الجنابة ولأجل هذا الحيض، ولم يكن الاغتسال واجبا عليهما لأجل الإسلام حد ذاته. ولكن الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن يقال إن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الاغتسال، لا يجب عليه الاغتسال. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث كما تقدم ضعيفة معلولة، ضعيفة ومعلولة، والصحابة رضي الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون، ما من يوم إلا ويسلم أحد، ما من يوم إلا ويسلم خلق كثير، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأمر عام، من أسلم فعليه الاغتسال، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بهذا، ولو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لصح ولا نقل،
لأن الأمر مما تعم به البلوى، ولأن الأمر مما يستدعي فيه البيان والإيضاح لو حصل ولو كان. ولهذا الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الاغتسال، لا يجب عليه الاغتسال. أما من قال من الفقهاء بأنه إن حدث منه ما يوجب الاغتسال اغتسل، كالبول مثلا وكالغائط، إذا أراد قالوا إذا أسلم وأراد أن يصلي قالوا لابد أن يتوضأ، لابد أن يتوضأ، فكذلك لابد أن يغتسل إذا حدث منه ما يوجب الاغتسال. فنقول قياس الحدث الأكبر على الحدث الأصغر قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الإنسان الكافر عندما يسلم، لأن الكافر عندما يسلم ويريد أن يصلي لابد أن يتوضأ، وهذا لا إشكال فيه. وضوءه للصلاة لا لأجل أنه قبل إسلامه أحدث، وإنما وضوءه للصلاة لأجل أن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا أمر جديد، أمر جديد، أن الذي يريد أن يقوم إلى الصلاة لابد أن يتوضأ وضوءه للصلاة. فالكافر إذا أسلم خلاص، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجعل الإنسان ورقة بيضاء، كأنه ولد من جديد، كأنه ولد من جديد. فلهذا الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الاغتسال، لا يجب عليه الاغتسال في أصح أقوال العلماء، في أصح أقوال العلماء. لهذا بينا مسألة الحجامة هل توجب الاغتسال أم لا، وبينا مسألة الكفر الإسلام بعد الكفر هل يوجب الاغتسال أم لا على الصحيح من أقوال العلماء. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله يتكلم عن غسل الجمعة، هل غسل الجمعة واجب أم لا، وذكر في ذلك أحاديث. هذا إن شاء الله ما نأتي عليه في الحصة المقبلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.